وتامر لبى المبادره وشغالين على الموضوع ده الايام اللي جايه ان شاء الله. زعلان من احمد فهمي ولا لا؟ لا لا خالص. ليه؟ لما الف مره في الفيلم بيمثل اوحش من ابو زيد. لا يعني ده انا بموت في ده اخويا. لا بالعكس احمد فنان كبير وفنان من الناس المبدعين. بالعكس احمد يقول هو عاوزه براحته خالص. بنتك قلبت الدنيا على السوشيال ميديا كده. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني ربنا يحفظها يعني يا بلسر يعني. ليكي شروط في عرسها ولا ايه الاخبار؟ لا خالص يعني ربنا يسعدها وهي عارفه بتعمل ايه. فيعني ربنا يسعدها. اكيد لما تحتاجني في حاجه هكون الاب اللي بيدي المساحه او الارشاد لاي حاجه ان شاء الله. شكرا جدا يا سامو.